احتضنت مسقط اللقاء الأول بين الأطراف اليمنية في أغسطس من العام 2015، وذلك بعد فشل مؤتمر جنيف. وبعد جولة من النقاشات تم الاتفاق على إصدار مبادرة النقاط السبع، والتي كان البند الأول فيها يدعو إلى التزام جميع الأطراف بقرارات مجلس الأمن. في العام ذاته تقدمت سلطنة عمان بمبادرة مهمة ترتكز على نقطتين: الأولى إقناع الأطراف بهدنة إنسانية تبدأ بعدها مفاوضات تفضي إلى إيقاف دائم لإطلاق النار، والثانية استعداد مسقط لاستضافة جولات المفاوضات الجديدة بمشاركة أممية وضمانات دولية. بعد أسبوع من مفاوضات الكويت، قدمت سلطنة عمان دعوة إلى الأطراف اليمنية للحضور إلى مسقط بهدف التوقيع على خارطة الطريق المزمنة، ووقع عليها كل من محمد عبد السلام عن الجماعة وعارف الزوكا عن المؤتمر الشعبي العام. في العام 2022، وبعد عدد من المحطات التفاوضية، احتضنت مسقط بناء على اتفاق التهدئة الساري جولة جديدة بهدف التوصل إلى إيقاف شامل لإطلاق النار، لكنها فشلت بسبب عدم التوافق على شروط التنفيذ. في يونيو من العام الجاري نجحت مسقط في احتضان الجولة التاسعة من المفاوضات، وكان عنوانها الأبرز تبادل الأسرى والمحتجزين، واستطاعت الجولة تحقيق اختراق في ملف الأسرى على أمل عقد اجتماع لاحق لاستكمال تبادل قوائم الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم. في 28 من أكتوبر، وعلى وقع تصاعد الأحداث في المنطقة وبدء الحديث عن عودة الحرب إلى اليمن، دعا المبعوث الأممي هانس كورنبرغ من مسقط مختلف الأطراف اليمنية إلى عقد حوار بناء لتحقيق السلام وخفض التصعيد. وأبدى كورنبرغ تقديره للدور العماني في تعزيز جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن. أسفرت مجمل اللقاءات التي احتضنتها مسقط عن تحقيق نجاح في ملف اليمن من خلال تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية وكذلك مع الأطراف الإقليمية والدولية، ووضعت اللبنات الأساسية لخارطة السلام المرتقبة، وسهلت عمليات الحوار والتفاوض، ونجحت في الإفراج عن أسرى ومعتقلين، وتحولت سلطنة عمان إلى وجهة للبحث عن السلام. وتعد كل تلك اللقاءات في مجملها نقطة ضوء وأمل لوضع حد للصراع في اليمن.